سوق المسيره بحي مولاي رشيد ما زال يثير الكثير من الجدل، فبعدما استمعت انفاس بريس لكل من رئيس المقاطعه وبعض التجار في هذا السوق هذا، جاء الدور على الاتحاد العام لمقاوله المهن اللي عنده واحد وجهه نظر حول المشاكل التي يعرفها هذا السوق والصعوبات والعراقيل التي تتحول دون الترحيل ديالو. هذا السوق ما يمكنش نتكلموا عليه بمن اعل التاريخ الحقيقي ديالو، لانه هو واحد السوق اللي تنتقل من المدينه القديمه نحو واحد المنطقه اللي هي منطقه بن مسيك، واللي بالفعل انه لقب بسوق شطيبه اللي كان محادي للمقبره ديال الشهداء. ونظرا للظروف ديال يعني تاسيس وانشاء يعني طريق السيار، تم الترحيل ديالو سنه 1976 من منطقه سيدي عثمان يعني محاديه لمنطقه مبروكه الى حي المسيره. اولا باش نقولوا حي المسيره، فحي المسيره ارتبط الاسم ديالو بالسوق، لانه سمي بسوق المسيره اولا لانه كان متزامن يعني الفتره ديالو مع يعني التظاهره والملحمه الكبرى اللي هي المسيره الخضراء، وثانيا لانه كان واحد المسؤول ترابي بالعماله يعني في الطريقه من كان اليوم ديال الترحال بحال واحد المسيره يعني من منطقه سيدي عثمان الى هذه المنطقه اللي هي كانت باقي ما كايناش لا حي الفلاح لا والو، فقط كان هذا السوق سوق المسيره اللي بالفعل انه تسمى عليه الحي. سنه 2002 فتحات يعني السلطات الترابيه ديال عماله مقاطعه مولاي رشيد فتحت واحد الحوار مع الممثلين ديال المهنيين اللي من ضمنهم الاتحاد العام مقاولة المهن من اجل ايجاد واحد التسويه لهذا الحل ديال السوق. بالفعل انه كان تجاوب ديال المهنيين، لانه بالفعل اننا تندوي على واحد ما يقارب من واحد 1500 او 1450 ديال التجار والمهنيين والحرفيين بمختلف الانواع ديال الحرف وسميتو، منها بعض الحرف اللي بالفعل انها تتعرف الان الديتار يعني بحال الصناعه ديال الغربال ديال الصوف ديال المهرازي لواحد المجموعه ديال سميتو اللي بالفعل انها تتعرف في الاندثار اليوم مازال موجوده في سوق المسيره، اللي بالفعل اننا تنعتبروه واحد الامتداد ديال واحد التراث الثقافي، لانه بالفعل ما تندويو على الشطيبره حنا تندويو على الحلقه تندويو على واحد المجموعه ديال الامور يعني اللي كانت معروفه بهذه المساله هذه. بالفعل كيف قلت انه في 2003 كانت واحد الاتفاقيه اللي توقعت ما بين هذه المكونات ديال المهنيين مع السلطات الترابيه من اجل ترحيل السوق وتاطيره وواحد مجموعه ديال الامور. بدات العمليه غاده شدت الطريق ديالها، ولكن بانت بعد الاختلالات اللي بالفعل كان انها خصو يكون التقويم ديالها. اولا كانت المساله ديال التكلفه، لانه كاين واحد المجموعه ديال التجار لقوا انفسهم ما قادينش انهم يؤديوها، وبالتالي لقينا مع السلطات المحليه واحد الحل ديال انه نوجدوا واحد القروض ميسره لهاد المهنيين باش بالفعل انهم يستافدوا. كذلك انه المساله ديال البنيه التحتيه اللي بانت فيها بعد الاختلالات التزمت يعني السلطات الترابيه والعمران بانهم يحلوها، كان بقى حتى المساله ديال لو ميتراج لقينا فيه واحد المجموعه ديال الاشكال، ووصلنا لواحد الحل في عهد يعني العامل اللي كان في 2015 اللي هو السي العطار مع المدير العام الجهوي ديال العمران سي الكردودي، لقينا واحد الحل على اساس انه باش العمران تخلق واحد النوع من التوازن، يعني التجار تيسمحوا باش يتبنى الفوق ديال سميتو واحد 4 ولا 5 ايطاج داكشي اللي هو مسموح به، على اساس انه تتعطى واحد الامتياز للتجار والحرفيين والمهنيين ديال السوق اللي ما عندهمش سكن انهم يتسافدوا بواحد النوع من السكن التفضيلي، على اساس انه العمارة تعمل واحد النوع من الموازنه. كذلك تم الاتفاق على واحد العمليه اللي هي اساسيه واللي هي الان من ضمن المشاكل اللي مطروحه، وهو تنظيم السوق. تنظيم السوق باش يكون عباره عن حنطات، مالين الثوب مجموعين بوحدهم، مالين الخضره مجموعين بوحدهم، مالين الجزيره بوحدهم، باش يكون واحد النوع ديال التشجيع، واحد النوع ديال سميتو، حتى الرواد ديال السوق تلقاو واحد الاريحيه في المسائل ديال التسوق. للاسف الشديد اليوم لقينا بان هذه العمليه بعدا وقفات، من مشى العامل السي العطار ومشى السي الكردودي العمليه وقفات، يعني كان اخر اجتماع درناه في 2015 نقول لك الاجتماعات اللي بالفعل كانت اجتماعات عمليه وفيها مقترحات اللي هي قابله للتنزيل. 2015 توقفت العمليه، اليوم حنا امام واحد الركود اللي بالفعل عرفته واحد الخمس سنين، الان مع العامل الجديد بغى يحرك الملف، ولكن الملف راه ما يمكنش يتحرك الا ما رجعناش فين وقفنا.
إذا كانت المسائل اللي هي إيجابية وقفنا عليها خصنا اليوم نعاودو نحسنوها ونزيدو فيها، ماشي أننا نرجعو اللور. اليوم راه كاين السوق تيعيش مجموعة من المشاكل. من بين الحلول اللي مقترحة عليكم في داخل سوق المسيرة هو التغيير تاع الحرف، واش أنتم تتفقوا على هذا الموضوع؟ لا، انا تنظن باللي هذاك التصريح اللي كنت سمعت على هذه القضيه ديال تغيير الحرف اللي كان هضر عليها السيد رئيس الجامعه ديال المولاي رشيد، كان قبل حنا كان عندنا لقاء مع السيد العامل في الوقت فاش كان يلاه جا، وكان بغى يعرف بغى يتصنت للناس ديال السوق، وكنا ريحنا معاه من المشكل اللي تار هو قضيه المساحات. وانا اللي كنت هضرت مع السيد العامل وكنت قلت ليه بلي راه المشكل ماشي في المساحات، المشكل هو التدبير الترحيل ديال السوق، لان كانت مواكبه الناس، لان الناس اللي كانوا في النقابه كان خصهم تعطير، لانهم كان سنا واحد اتفاقيه مع ناس شخصيات يعني ديال البارزه، العامل ولا رئيس الجماعه ولا السيد الوزير السكنه في هذيك الوقت، وكان خص هذيك اللجنه اللي دارت السوق اللي غادا تحسس الناس وتفهمهم كان خصها تعطير باش الناس يعرفوا كيفاش، وهذاك التدبير هو اللي كان ما داش مزيان. اما قضية تكون كانت، انا اقترحت على العامل قلت ليه باللي كون كانوا دبروا كانوا ناويين مثلا ما عندهمش مساحه، وكانت الدوله بزمنها خصها تدير واحد المحلات صغار، كان خصها تواكب بتكوين مهني، بحال انت عطيتي لواحد السيد واحد المساحه صغيره غيكون عنده واحد الحرفه ادابتي لهذيك سميتها، وهو هذا السيد هو هز فكره من عند السيد العامل اللي خدا من عندنا احنا اللي ريحنا معاه، وعاود هو بدلها بصيغة أخرى. اش كانوا الناس تحولوا من شطيبة، كان هذاك واحد السيد دابا اللي ولاو كيسميو عليه هذاك القيد اللي كان في شطيبة، دابا الناس أي واحد معقول تيسميوه السي العربي، حيت هو كان سميتو العربي، هو كان عطى للناس عطاهم بقع وبالبونات وبهذا، وقال لهم من دابا سيروا تما ومن دابا 6 أشهر بنيو. بعض النقاط اللي هي درجوها كمثال تبديل الحراف والطرقان والسوق، هذا الشيء راه ما يقبلوش العقل، وحنايا كنا ضحينا بهذاك الواد الحار اللي ما كانش عند الساكنه وريبنا وبقينا عام بس الساكنه تستافد من الواد الحار، بغض النظر على جميع الوسائل، بان هذا السوق سوق عريق والسوق دابا تطور وديك وكبر، ولا فيه الاتواب ولا فيه النجاره المتطوره، في ما بقاش هذاك السوق اللي باقين عاقلين عليه هما، اللي كان ذاك النجار تيصاوب كريسيه ديال الوضو ويصاوب واحد الوصله الخبز، دابا تطور بما فيهم مالين الاتواب، ولاو الاتواب عبر المغرب تيجيو يتقداو تما كينيه الاتواب اللي هو سوق رئيسي، قصد واحد استراتيجيه وواحد السوق يكون نموذجي تما فيه جميع الحراف، لان عندنا نهار حطينا تما كينا بالبون وبالوراق ومخلصين ديك الارض، دابا راه مخلصين، راه دافعين 160 الف ريال وحاسبيننا ب 74 الف ريال المتر، اذا خاصنا هذيك البقعة تما كاينين خاصنا حنا أولى بها، اللي عندنا بون فيه رقم البقعة بالنسبة لذيك الوقت ديال 76 تعتبر تيتر هذاك. حنا اللي اتفقنا عليه هو تنظيم الحرف، تنظيم الحرف باش من غادي نبغي نرحل غادي يقدر يكون عندي مثلا 30 جزار، ولكن هذه الجزار مجموعينش في مكان واحد. حنا ما نبقاش عندنا ذاك الهاجس ديال أنني غير ريب، لا. الريب وتنظم هادوك 30 جزار خصني نهزهم كاملين نجيبهم واحد الحنطه اللي فيها مجموعه فيها الجزاره باش تكون بالفعل واحد العمل اللي هو منظم، كذلك بالنسبه للخضاره كذلك واحد مجموعه ديال الحوايج. لا يعقل ان واحد الحرفي يمارس حرفه او مهنه او هذا او تجاره معينه لمده ديال 40 سنه او 50 سنه، لانه ما عندنا احفاد اللي كاينين في سوق المسيره، ما يمكنش تجي عنده تقول له والله يخليك سير بدل الحرفه الا بغيتي تستافد غادي يبقى تم. اذا انا خصني يكون عندي انا كسلطه كجماعة مقترحات معقولة ومنطقية ومقبولة قابلة للتنفيذ، أما باش نبقاو نجيبوا واحد المقترحات لكل شيء غادي يرفضها راه غنخليو دائما حنا في البناء العشوائي وباركين في سوق المسيرة بهذه الطريقة هذه.
احنا تاسسنا في 2000، المكتب تاسس في 2018، ماشي تاسس، جدد في 2018. يعني بغينا نشتغلوا بجديه ومعقول. احنا كان راسمنا جميع الجهات المسؤوله، لا منهم العمل ولا الشؤون العامه ولا سميتو، كل الناس استجبت، يعني كاع الاداره استجبت الا رئيس الملحق الجماعه ديال المولاي رشيد اللي ما استجبش. تقريبا واحد العام هذا باش حاطين ليه طلب ديال المقابله وما استجبوا. جميع الادارات استجبوا لنا وبركوا معنا ووصلنا معهم بعض الحلول، وبعض الحلول باقا ما تحلاتش. إذا انتم تطلبوا بعقد لقاء مع رئيس المقاطعة؟ ما نكرهوش نبركم مع رئيس باش نحطوا له النقط على الحروف، باش يعرف سوق المسيرة ويعرف المكتب الحالي اللي كاين دابا، ونوريو النقط الخلاف ونوريو حتى دوك المراكز اللي يعني اللي علاش الناس رافضة تحول، لأن المراكز الصغار من ناحية المتراج ولا من ناحية الزنقة، فهمتي، ونوضحوا ليه جميع داك الشيء. الناس علاش غضبانة من الترحيل ديال سوق المسيرة، من تجار من سوق المسيرة إلى المراكز التجارية.